صباحكم بالخير البنات، والسلام عليكم. رمضانكم صحة ولهنا، ان شاء الله يدخل علينا بالصحة ولهنا ويصيبنا بخير وعلى خير. واش نقول لكم، في نهار اليوم اول من رمضان راح نبدا لكم بصلصة اللي نديروها يوميا تستحقوها، اون صوص فينيغات بالخص اللي دير الغيجيم اللي دير الحمياء. نديروها سبيسيال ريجيم، اون صوص فينيغات سبيسيال ريجيم مختصه. واش نسحقوا فيها؟ نسحقوا فيها نص حبه بصله، شوفوها هنا اللي قطعتها باسكو حنميكسيها، سنينه ثوم، سنينه وحده تاع الثوم، واحد نص ربيطه تاع المعدنوس غير الورق برك. نسحقوا فيها مغرفه صغيره تاع زريعه الكتان، مغرفه صغيره تاع الجنجلان يكون محمص. نسحقوا فيها ان بو ياغورت ناتور، نسحقوا نص حبه ليمونه معصوره، انا درت نص. نسحقوا كاس تاع 100 مليليتر تاع زيت الزيتون، ونسحقوا فيها الملح تاع البحر، ماشي الملح، الملح تاع البحر لو سيل دو مير، خاطره ما فيهش ما يديش ما عندوش الحرارة كيما الملح الآخر، هذا سبيسيال ريجيم تصيبوه في الأسواق. واش نسبق ندير؟ هاني حندير، ندير هذاك كاس تاع زيت الزيتون تاعي، نروحو مع بعض. هاولي كاس تاع زيت الزيتون، نديرو نكبو في هذاك لو فيغ تاع الميكسر تاعي. بسم الله، ندير هاديك نص، هاديك حبة، بسم الله، هاديك سنة تاع الثوم، نص حبة تاع بصل، كلش مع بعض، مغرفة تاع جنجلان محمص، مغرفة صغيرة تاع زرعة الكتان، عصير نص حبة ليمونة، نص حبة تاع ليمونة، نسحقو كمشة تاع معدنوس، نسحق هنا بوتا ياغورت ناتور تاعي. هاوليك هاوليك، والملح فوق نديرو على حساب الذوق، نديرو نص مغرفة ونشوفو. هاوليك الملح، فوالا هاني درت انا نص مغرفة ونشوفو. نروح نلغى ميكسر تاعي ونميكسيه. من بعد ما ميكسيتهم شوفوا راني درتهم، شوفوا القوام، دوك نوريكم القوام تاعها. ونسيت ما قلت لكمش، مغرفه صغيره تاع قهوه تاع الكركم زيدوها، مغرفه صغيره تاع قهوه تاع الكركم وتميكسوها مع بعض. نوريكم القوام تاعها، شوفوا كيفاه تجي. هنا درتها في قاروره دي تحطوها على الطاويله باسكو لازم، خاطر الاخرين فيهم فومهم هذاك صغير، هذه لازمها هكذا فومها يكون شويه كبير بات. وهاو ليك القوام تاعو، شوفوا صدقوني تتخلصوا تتجنبوا لا مايونيز ولا ما تدوروش كامل بها، سورتو وحده اللي دير الريجيم. هاد الوصفه هذه عطاتها لي طبيبه مختصه، عطاتها لي قالت لي ديريها في هذا في السلطه تاع رمضان. وانا كيفاش نوريكم، نعطيكم هكذا اون استيس برك، كي اذن المغرب ان شاء الله يجوز النهار اليوم مع ان شاء الله نكونوا بخير وعلى خير. في المغرب كاين اللي ياكل التمر يكسر الصيام على التمر، اللي يدير الغيجين تكسر الصيام حقيقه على التمر، وكاس تاع 200 مليليتر هذاك بالماء دافي. كاين اللي تقدر توتر التمر، دائما ناخذوه بحبه ثلاثه خمسه، هي دوقاتك لا قدرت الاخت مشاهده تقدر معاوده تاخذ ثلاث حبات تمر تاكلهم تقدر، واللي ما تقدرش معليش تبدا بحبه، تاخذ حبه وكاس ماء وتروح تصلي صلاتها تاع المغرب. كي تجي من الصلاه تاع المغرب تولي تدخل تاخذ تبسي تاع اون سالاد دو كريجيتي كامل خضر ماشي طايبين كيما الزروديه غابي الخيار البيتخاف لا طوماط سلاده تاع سلاده تاع الورق كلش، ودير لها لا فينيغات هذه وتاكلها. هذه هي اول طبق اللي تبدا به.
حتى كي تاكل هذيك الشلاضه تاعها وتريح شويه، باه من بعد با تبدا للشوربه، تروح للشوربه. هذه انا عطيتكم انا انا واش راني مجربه، هذه خدوها جريبه هكذا، هذه الوصفه تعجبكم ان شاء الله، وما نخليكمش ان شاء الله بهذه الوصفات تاع لي ريجيم. في الفيديو القادم ندير لكم سحور بالكسكسو تاع الشعير سبيسيال ريجيم اللي دير الحميه، وان شاء الله نكون عليكم خفيفه في هذا الفيديو، وصحه فطوركم ورمضان كريم. وفي الفيديو القادم ان شاء الله.